والله شرف والله قام اعلاميه ما هي سهله ما عليك زود فانت ضافه لنا نستفيد منك ناخذ منك خبرات اعلاميه او حتى خبرات في مجال الصوت الله يسعدكم انا يعني انا ايش وش ناخذ وش نخلي عندي طلب واحد منكم جميعا شربنا جميعا شربنا لا تتغيروا تم الله شوف لا لا ترى انت الى الان ما تدروا ما انتم عارفين وش قدام يعني الى الان الى الان ما عندكم رده كيف اقول لكم يعني ما تدرون عن ردة الفعل الخارجية أو عن مدى الأصداء اللي برا لكم صدق والله فللأسف البعض لما يطلع برا يجيه رقم رقمين يشوف نفسه إنه مشهور يروح سوبر ماركت يتصور معاه شخصين ثلاثة يحس إنه أنا ملكت الدنيا انتبهوا يا شباب لا تغيروا لا تغيروا في واحد من ال إسلام قول ترى أسمعك في واحد من ال من العلماء خلاص حلو نبشر خلاص في أحد العلماء والله ما أذكر هو مين يقال انه في يوم من الايام كذا جاء اعجب بنفسه اعوذ بالله من العجب عالم عالم من العلماء معروف معروف له كتب وعنده طلاب ويدرس يعني مناهجه اللي كتبها تدرس في كل العالم يقول في ذاك اليوم كذا جاء حس بانه كذا عجبته نفسه ايش سوى الله يكرمكم يا جماعه لبس بسيط وتلثم وراح لحمامات المسجد راح وين معروف معروف حمامات المسجد وغسل الحمامات كلها يعاقب نفسه معروف معروف فسأله شاف واحد كذا قال ايش قاعد تسوي قال والله انا عجبتني نفسي ادبها فقلت ادبها ورحت غسلت الحمامات الله يكرمكم شوف هذه نذكرها ابو عباس هذه نفسك والله ما ادري اللي هو الشيخ الشعراوي الله يغفر له نعم ايوه اتوقع نعم. الشيخ الشعراوي يقول ادب نفسه بانه ايش سوى راح غسل الحمامات لكم انا ما اقول لك روح غسل الحمامات لكن اقول لك انه اذكر من انت يا اخي وكيف شوف على فكره لما تتذكر تاريخك انك كنت في يوم من الايام يا الله يا الله يا الله تعبي سيارتك بنزين ترى هذه نقطة مهمة وما كلكم مريتوا سووا بالانس وطبيعي والله ما في شيء ما فيكم واحد جاي ولد فلان الفلان التاير ما انا ما اعرف لكن الكل يعني اكيد مرة مرحلة تكون طالب عندك مكافأة تجيك 800 ريال في الجامعة ما عندك حاجة تستحي تقول لابوك اديني مش عارف ما تتعبي ترى طبيعي والله العظيم طبيعي ايام الجامعة انا درست في السودان كنت مغترب قاعد براي ودرست في جامعة خارج ديرتنا وكذا جالس لوحدي أقسم بالله عايد جدا أسبوع كامل يكون ما عندك حاجة صح اللي ما يتذكر الأشياء هذه بعد ما الله يفتح عليه نعم يقدر خارج. النعمة بعباس ما راح تحس بقيمة النعمة اللي أنت فيها الآن والله يا جماعة الخير أصعب الله عز وجل إيش يقول وقليل من عبادي إيش شكور أشكر الله كل الله ما شكرته الله يقول إيش كمان عطول في نفس الآية تانية قال ولئن شكرتم إيش لأزدنكم هذه ما فيها كلام لئن شكرتم لأزدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي أقوى ترى شفت التانية دي أقوى من الأولى الزيادة أوكي جاي من لكن كفرتم من عذابي لشديد أعوذ بالله بباس. الله يحميه هي على طاري من تواضع لله رفعه أمير وخليفة المؤمنين عمر بن عبد العزيز جاه في أحد الأيام ضيف من الضيوف عربي أو واحد مرتحل فأتاه إلى مكان فقام الخليفة في يوم كان في نص المجلس وكان موجود الحراس والخدم حقين الخدم حقينا موجودين وكان يسالف مع هذا الرجل قام عمر بن عزيز بنفسه وراح اطفأ الضوء ورجع الى مكانه تعجب منه الرجل اللي عنده قال يعني انت امير وتقوم الى لكي تطفى ولا يعني ليش ما قلت لي انا اروح اطفيه او قلت للحرس الموجودين قال قمت وانا عمر بن عبد العزيز ورجعت وانا عمر بن عبد العزيز ما تغير شيء نعم لا لا ومن تواضع لله رفعه يا شباب ترى في كلام مهم جدا وجميل جدا لياسر الخزيمي مساء عليه بالخير عن اعرف رقمك كم الاجتماعي يقول اذا انت في بيتك انت رقم ابشر خلاص نبغى احد ياذن في احد طيب. انا بدي ترى بعد الاذان بيرجع يتغدى يقول لك اعرف رقمك الاجتماعي يعني انت مثلا في البيت اصغر واحد مو لو صرت وزير لو صرت امير ترى في النهايه تظل اصغر واحد عند اخوانك الله ما فيها عادي تجي البيت عند اخوانك يرسلوك حلو فصلت تفصيل حلو فسلها يا اخي قال كلام جميل فاعرف رقمك يا جماعه يا اخي ودائما ترى اذا قاعد تذكر مين انت وايش انت والله العظيم ما حتشوف نفسك وتشوف نفسك على ايش يا اخي تراك تراب او على تراب صح ولا مش تشر عليه وعباس طيب ذكر رقم مميز اقدر عباس رقم مميز هذا شيء ثاني حتى ولو رقم مميز في النهايه ترى وش هذا اسلم يا عايف لا انت ابو عباس ترى حالة صدق ترى اي والله هذه هي تراب ايوه كلنا تراب من تراب من تراب هذا رد كان صلى على رسول الله ذكر علي
ذكر عليه إمام من إمام من أئمة المسلمين من بقية شوف خلفاء الخلفاء الراشدين أربعة، لكن ذكر الخامس بعدهم يمكن 30 سنة اللي هو خامس اللي هو عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز هذا تدرس سيرته في الزهد وفي التواضع وفي الورع. يا سلام. لما أخذ الخلافة أخذها هو كاره، أخذها في عهد سليمان بن عبد العزيز، عفوا سليمان بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك بن مروان. أيوه. أوصاله بالخلافة، وكان الوصي عند ابن حيوه وزير سليمان بن عبد الملك. والبقية اللي عنده ما كان يعرف، ما كان يعرفون انه لا ولا هو يعرف اللي هو عمر عبد العزيز، لكن تفاجأ بها. اول ما استلم الخلافه طلع من قصر الخلافه واخذ له بيت في طرف المدينه، بيت مع حوش صغير عرفت، ويقولون جاه مرسول من الروم او من الفرس من 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 الإمبراطورية، من الإمبراطورية، وجاء في بيته وحصل يسهر الجدار. فذكرني علي بعمر بن عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه، يقرؤون عن سيرته رضي الله ويستمتعون عنه. رضي الله عنا جميعا ان شاء الله. قولوا امين. استر ما واجهته ان كان من خطأ الشيطان، ما واجهنا للطيب، وان كان من